الزول أيت ما أسمع، اليوم جيت أشارك معكم معدات جديدة وصلتني بها نطور الاستديو تاعي. وحبيت نقولكم باللي هاد الفيديو راني صورها بالكاميرا تاع الهاتف، لأنه الكاميرا حبيت نقولكم تاني باللي هاد المعدات أرسلها لي موقع بن جود كيما كل مرة اللي هو دائما يدعمني باش نطور المحتوى تاع اليوتيوب تاعي. المهم ما تنسوش ديروا لايك لهاد الفيديو وسبسكرايب إذا كنت جديدة. باي. راني وليت لكم كيما قلت لكم راني نصور بالهاتف تاعي لانه الكاميرا كيما راكم تشوفوا راهي محطوطه قدامكم. اخر فتره موقع بنجود بعث لي معدات باش نطور محتوى تاع اليوتيوب تاعي ونطور جوده تاع الفيديوهات. المهم اول حاجه نحب نشاركها معكم اللي هي بوم راهي قدامنا، هادو زوج استعملوا الاضاءه، واحده راني شعلتها وواحده راني مطفيتها. هادو زوج ساعدوني في الاضاءه، خاصه لما تكون اضاءه مليحه راح الالوان تبان. وهذا على بها في اخر فيديو لما شفتوني قلت له دي هي راكي صابغه شعرك ولا شدرتي شعرك؟ با ما كنتش صابغه، وانما هذاك هو اصلا شعري بصح ما كانش يبان غايه لانه الاضاءه عندي كانت قليله بزاف. والحمد لله فوالا دوكا راهي عندي اضاءه مليحه. دوكا خلوني نحكي لكم على هذا. واش كما راكم تشوفوا هذا هو الشكل تاعهم، هذا هو. وكي تحلوهم هذه دايرين غطاء هنايا تحطوه به فوالا كوم تشوفوا كاين لامبول هنايا، تجيبي تركبيهم بعد كي تجيبي هذا الغطاء تحطيه هكا باش تحمي عينيك من الاضاءه وثانيك باش تعطي توزيع احسن للاضاءه. فوالا هادو هما، نروح نوريكم الطول تاعهم. هادو هو بصح حبيت نقول لكم باللي تقدي طوليهم اكثر واكثر على حفلي، لانه صراحه الجوده تاعهم جد 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 عاليه. ماهيش اول مره نجيب معدات تقنيه من بنجود، وكل مره عمره ما خيبني في الحاجات اللي يتعلقوا بالتقنيات. تقدي تحبي تشعلي الضوء، تحبي تطفيه فوالا، تحبي تشعليه مين سيبو. حاجه اخرى بحثتها لي موقع بنجود اللي هي هذه. هذه تلصق في الكاميرا من الفوق كما راكم تشوفوا، تلصق في الكاميرا من الفوق. هادو راهم يشعلوا بالضوء، تقدري ديري لها لي بيل هنايا ولا تلصقي كابل باش تشعل. فوالا اخرى اللي بعثها لي، حاجه اخرى اللي بعثها لي موقع بنجود هي هذا المايك. هذا المايك مازال ما استعملتهش لكنه جد جد احترافي، وبزاف ناس سمعتهم حكوا عليه في اليوتيوب اللي عندهم محتوى راح يعني حقيقه واو، خدمين حاجه مليحه بزاف بزاف. قال لك يستعملوا هذا المايك. هادو هما المنتجات اللي وصلوني من بنجود وساعدوني باش نطور محتوى اليوتيوب تاعي. وقبل ما نكمل حبيت نقول لكم حاجه بلي صراحه راني فخوره جدا 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 بديهيا الصغيره وين كانت وين ولات. تعقلوا في البدايه تاعي ما كان عندي كاميرا، ما كان عندي بلاصه نصور فيها، ما كان عندي والو. لكن اليوم الحمد لله في الشومبره تاعي، هذه راكم تشوفوا فيها كاع، هذه غير الشومبره تاعي راني درت فيها كاع حد الصوالح، وان شاء الله بربي يكتب لي وندير اكثر واكثر. هاد الهضره اللي نقولها لكم باش لأي وحدة مسكينة باغي يدير حاجة، ولا واحد باغي يدير حاجة يدير القلب وعمرها ولا ييأس ويتفكر دائما شوف دي هي كي كانت ودي هي كي ولات ودي هي كي راح تكون. مازال ليا مكتر ومازال نطور كتر ان شاء الله بربي. دائما عمركم ولا تقطعوا الياس، واللي راه باغي حاجة من قلبه يوصل لها. المهم خليكم بالسلامة ومحا نموت عليكم.